قواتنا المسلحة على الحدود بتحمينا، وقوات الداخلية في الشارع بتحمينا. النهاردة لو بنتكلم عن استثمارات، هنتكلم عن الأمن والأمان اللي بتوفره لنا الداخلية النهاردة، لو احنا قادرين نروح من مكان لمكان وتوفير سبل طبعا الأمان لينا كمواطنين. وزي ما انت أحمد اتكلمت عن الرقمنة، النهاردة محدش هيقدر يخالف أو يعمل أي مخالفة في الشوارع بسبب وجود الكاميرات الكتيرة. صحيح. اللي موجودة في كل مكان. يمكن كمان في محور مهم انت اتكلمت عنه، هو محور استراتيجية الداخلية أو الاهتمام بحقوق الإنسان. يمكن وزارة الداخلية هي أول وزارة بتطبق على أرض الواقع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واللي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة. شفنا ده من خلال إغلاق 15 سجن عمومي واستبدالهم بمراكز إصلاح وتأهيل. شفنا ده في وادي نطرون وشفناه في بدر. الحقيقة المراكز دي مهمة جدا، لأنها بتعيد تأهيل تاني هؤلاء المواطنين، عشان لما يخرجوا تاني من هذه أو من السجون، أو خلينا نقول عليها مراكز تأهيل، يقدروا يكونوا عضو فعال في المجتمع. يعني النهاردة كمان هم بيقدروا يعملوا حتى يا أحمد فلوس في السجون دي. يعني هم بيقوموا بمهام تعلمهم حرف يعملوا بيها حتى أوتيومهم زي ما بيقولوا، بتقدم فيها دعم نفسي واجتماعي وكمان اقتصادي للنزلاء، عشان زي ما قلت لحضراتكم لما ينهوا فترة العقوبة يقدروا يكونوا مواطنين صالحين، عندهم حرفة أو مهنة يقدروا بيها أنهم يبدأوا حياتهم من جديد ويندمجوا في المجتمع. في الحقيقة يا أحمد إحنا مهما قلنا عن دور وزارة الداخلية في المجتمع المصري مش هنقدر نوفيهم، لأنه النهاردة إحنا بنتكلم عن هم في الحقيقة هم أهالينا. يعني كل حد فينا عنده في بيته حد قريب لي داخل وزارة الخارجية أو حتى في القوات المسلحة، هم نسيج من يعني نسيج من الوطن، نسيج يعني من جزء الوطن أساسي. زي ما أنت بتأكدي وبتقولي، وزارة الداخلية تحديدا هي جزء لا يتجزأ من أي بيت في مصر. زي ما تقولي هيبقى ممكن والدك، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون حد من عيلتك، فهو شعب مصر. علشان كده مفيش تفرقة، ما نقدرش نقول اللي هم بعيد عنا، لأن هم دايما حاسين بينا. وزي ما قلنا وبنرجع تاني نأكد أن النهاردة الاستقرار اللي حصل، ويمكن ده اللي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة المصرية، قال ان السبع سنين اللي فاتت شهدت تضحيات كبيره جدا من يعني رجال الجيش ورجال الشرطه علشان يحصل الامن والاستقرار. النهارده بنأكد تاني وبنوجه تحيه لكل يعني فرد من افراد وزاره الداخليه، لكل ضابط من ضباط وزاره الداخليه، علشان الامن والامان اللي احنا موجودين فيه النهارده هو سبب رئيسي فيه كل عنصر من عناصر وزارة الداخلية. صباح الخير على حضراتكم، صباح الأمن، صباح الاستقرار.